السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة أخرى من برنامج توضيح، واليوم نتكلم عن مكون يضاف إلى بعض المشروبات. هذه المشروبات المنكهة التي يظن الناس أنها مشروبات طبيعية أو مشروبات من بعض الفواكه، وهي ليست عصير فواكه ولا عصير ليمون ولا عصير أي شيء. هذه مشروبات يعني صناعة طبعا كيماوية، وهناك بعض المنكهات يعني بعض المنكهات التي لما يعني يتم مزج جميع المكونات لكي يكون مشروب هكذا بلون أصفر أو لون يعني برتقالي، فيجب مع الوقت يعني يجب أن لا تنفصل هذه المكونات، مثلا كأن تتحتل بعض الملونات أو تصعد بعض الأشياء الفوق، فالمستهلك طبعا لا يقبله، يجب أن يبقى المشروب متجانس، يعني دائب جيد متجانس، يعني اللي كنسميه احنا يعني صافي يعني هوموجينيس، فلكي لا ينفصل. وهذا المكون هو البي في او، هذه البروميناتد فيجيتال اويل، هو يضاف لهذه الغايه، هو مكون مضاف غذائي كيماوي يعني من تمثيل كيماوي، وهو الذي يبقي هذه الفليفورين يعني هذه المواد المنكهة، لأن المواد المنكهة تذوب نعم لما يعني نحرك، ولكن لما نترك الشيء المشروب هكذا فهي يعني تترسب يعني تتحتل، وهذا المكون يبقي هذه الأشياء يعني متجانسة، يبقي هذه المنكهات أو الملونات كذلك يبقيها يعني متجانسة، وهو البي في او، هذه البيوتيلين بروميناتد فيجيتال اويل. هذه جزيئة يعني دهنية، يعني تريغليسرايد، جزيئة دهنية فيها غليسرول، فيها حمضيات دهنية، وحمضيات دهنية تكون فيها حمضيات دهنية غير مشبعة، وهذه الروابط الغير مشبعة يعني يضاف هي يعني تكسر ويضاف البروماين، يعني معدن البروماين هو نفس الشيء، يعني نفس البرانسيبل ونفس الأساس الذي تتم بصناعته المارغرينات، يعني هدرجة الزيوت، لما نهدرج الزيوت نكسر هذه الروابط الثنائية ثم نضيف هيدروجين فتصبح المادة صلبة يعني ساتوريتد. في هذه الحالة يعني في هذا المكون، هذا البي في او، هذا البروميناتد فيجيتال اويل، هذا البي في او، يعني نكسر هذه الروابط ونضيف يعني ذرات البروماين هذه، وذرات وليس ذرة واحدة، يعني ذرات كثيرة من البروماين، لأن جزيئة واحدة قد تحمل أكثر من 10 ذرات من البروماين هذه، فكتسمى البروميناتد. وهذا البروماين هي مادة سامة طبعا، لأن هي من صيف الهالوجينات، وهي مادة سامة معروفة أنها يعني مادة سامة. فهذا المكون يوجد في المشروبات التي تعطى الذين يمارسون الرياضة، هذه المشروبات التي تسمى بأنها مشروبات مقوية التي تعطى الذين يمارسون الرياضة تعطاهم، لا يمكن أن تتجانس إلا بالبي في أو، لا يمكن. ثم كثير من يعني هذه المشروبات هذه اللي تسمى الليمونايد، المشروبات غازية، أشياء هكذا مصنعة، هذه بيضاف هذا المكون كي يبقيها متجانسة وكي يعطيها هذا الشكل، هذا الذي يظهر بأنه متجانس وصافي، ليس فيه يعني أشياء يعني غير دائبة أو متحتلة أو تصعد للفوق إلى آخره. فيعني هذا المكون البي ايفو يوجد في هذه المشروبات، يعني هذه المشروبات التي تنكه بنكهات الليمون او نكهات البرتقال او شيء، يضاف فيها هذا البي في او، ومع الاسف تعطى الذين يمارسون الرياضه، يعني المشروبات الرياضيه هذه يضاف اليها، ثم المشروبات الاخرى، وهذه ممنوعه في اليابان وممنوعه في الاتحاد الاوروبي، وتوجد في الدول الامريكيه، ولكن نحن نتكلم عنها لماذا؟ لأن هذه الدول العربية كلها، يعني تقريبا من السودان حتى المغرب، هذه الدول كلها قوانينها هشة في الميدان الغذائي، يعني ليست قوانين يعني صارمة، يعني هي قوانين منقولة مأخوذة من منظومات أخرى، وليس قوانين وضعها يعني هذه الدول هي التي وضعت قوانينها، هي قوانين إما يتأثر صاحبها بالقوانين الأخرى، يعني إما يأخذ النص كما هو أو يعيد النص، صياغة النص، ثم يعتمد على المعلومات الموجودة في قوانين أخرى. فعليا ولو أن النص يختلف، فنجد أن مثلا المستوى التراكيز والتي يسمح بها إلى آخر الشفاء هي نفسها، لكن اليابانيين والاتحاد الأوروبي يمنعون منعا كليا استعمال البي في أو واستعمال هذا الأوليسترا اللي تكلمنا عليها سابقا، سنأتي على هذه الأشياء. فلماذا تكلمنا عن هذه المضافات الغذائية بهذا الشكل، ولماذا نوضح؟
لماذا دولة تسمح وما دولة تمنع ودول تمنع ودول تسمح ولما بما أن هناك شيء يعني هذا فيجب على كل دولة أن لا تعتمد لا على المنظومة الأمريكية ولا المنظومة الأوروبية. جميع الدول عليها أن تصدر قوانينها فيما يخص هذه الأشياء، وهذا هو حق المواطن، هذا حق مدني للمواطن. لا أريد شخص أن يطبق علي قانون أسترالي ولا قانون بريطاني ولا شيء حاجة، أنا أريد قانون أن أعيش في هذه المنطقة وفي هذه البيئة وفي هذه الشروط بمناعات معينة، يعني بلون معين، بتلوث في الجو معين، بمياه معينة، يعني نظام عيش معين. يجب أن تكون لدي قوانين تخص بلدي، هذا هو القوي. وهناك بعض الأشياء الآن التي ستتسرب عبر هذه الأشياء هذه، وفي الأخير الصانع يكتب مسموح به أين مسموح به. إذا لم يذكر الدولة التي مسموح بها هذا، لماذا تطبق علي قانون مسموح به في أستراليا وهنا في المغرب؟ مسموح به يجب أن يكون وراءها مسموح به في المغرب، ثم أقبل المنتوج وتتحمل مسؤوليتك. ولهذا الأشياء هذه المضافات الغذائية كثيرة، أكثر من 1000 الآن لمتداول في الأسواق للآن مستعمل، وهذه الأشياء لا توجد في الطبيعة، هي يعني تمثيل كيماوي محض 100%. البي في أو لا توجد في الطبيعة، برومينيتد فيجيتال وايل لا توجد في الطبيعة، وتستعمل في هذه الأشياء، وبدونها لا يمكن هذه المشروبات أن تكون هذا. وربما هو البروماين، عاليا البروماين سام، والبروماين يضرب الجهاز العصبي المركزي سنترال نيرفو سيستم، ويضرب كذلك النظام الأندوكريني، وهو المشكل اللي حاصل عندنا. المشكل في العالم كله يشتكي من النظام الأندوكريني، الآن أصبح ملخبط، وليس هناك أحد عنده النظام الأندوكريني على حسن ما يرام 100%، لا يوجد. لماذا؟ لأن هذه الأشياء التي تقوض هذا النظام الأندوكريني هي التي يستهلكها الناس، وليس البروميناتد، يعني أشياء أخرى، يعني من البلاستيك، من البيسفينول، من أشياء أخرى. فهذا يعني يخفض الخصوبة عند الرجال، ويضرب النظام الأندوكريني عند النساء أكثر من الرجال. النساء هنا فيتين، الرجال تقريبا من 10 حتى 20% في النسبة. ثم أن النظام هذا يعني الجهاز العصبي المركزي النيرفو سيستم هذا يكون عنده خلل. معنى خلل أن يكون نسيان، يكون أشياء لا إرادية، تكون ديبريشن، يكون انسومنيا، يكون أشياء هكذا تترتب على هذا، يعني هذا يعني هذا التأثير على الجهاز العصبي المركزي، وهي الأشياء الحاصلة الآن في المجتمع. ولكي لا يبقى الناس يتساءلون، أنا آكل جيد ولكن عندي مرض، ولكن إذا لم تنتبه لشيء بسيط وسط الأكل وتهورت معه أو نسيته، فولو يكون نظامك ب 95% جيد أو 99% جيد، إذا تناولت أشياء لا توجد في الطبيعة، أشياء لا توجد لا يعرفها الجسم، فربما هذا الشيء البسيط هو الذي يجعل يعني الجسم كله في خطر، وكله يعني الوظائف كله هذا الجسم هذه تصاب. وهذه الأشياء التي نركز عليها الآن. لماذا؟ لأن العالم وصل إلى أوج الفساد فيما يخص هذه الأشياء، التلوث والأمراض والمسائل هذه. فيجب، فحان الوقت لكي يعود الناس إلى شيئا ما إلى الطبيعة، لأن لا يمكن أن نعيش كيماويا، لا يمكن أن نعيش بمواد ممثلة كيماويا 100%، لا يمكن، من المستحيل. فالله خلق الأرض تحرث وتزرع، والفواكه والخضار والمسائل التي تخرج من الأرض والأشياء التي تدب فوق الأرض، ما عندناش مشكل، ولكن أن يعيش الناس يعني بأشياء ممثلة كيماويا، فيعني هذا شيء أظن أنه حان الوقت لكي يتراجع الناس عن هذه الأشياء إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.